السلام عليكم خوتي، السلام على كل الجزائريين. خوتي هاد اليامات لي فيديو انا ورايان راهم يتبارطاجو في جميع مواقع التواصل الاجتماعي وراهي دايره لو باز في كاع الجزائر. بون حاجه الاولى انا نشكر كاع الناس اللي وقفوا معنا، نشكر كاع الناس اللي دعمونا دافعوا علينا، الله يحفظكم ويجازيكم. وهاد لا فيديو راني ندير فيها على الناس اللي سبونا و مانيش عارفه انايا سخروا منا عايرونا. بون خاصه للناس اللي راهم كونتخ العلاقه تاعي مع رايان، باسكو راهم حاسبين باللي ديته كافر. انا الحمد لله رايان دخلت الاسلام ودخله بارادته، شهد في جامع بنو باديس وعنده شهاده اعتناق الاسلام تاعه الحمد لله. وواحد لا كيستيون اللي كاعكم تقسوها هي اسكو رايان مختن؟ بيان سور كراين مختن باسكو اصله روسي وفي روسيا يطهروا ولادهم كي يزيدوا. بون نبغي نهضر على واحد الفئه اللي راهي تقول بلي انا درت لرايان السحور والكادنا. الله يهديكم، انا ديته بالحلال، جا خطبني من والديا كيما كاع الشيء تخطبوا، فهميتنا للزوج متفاهمين الحمد لله. انا نقول لكم غير حاجه برك، ربي يمد على حساب القلوب، و هذا مكتوب تاع الله، زعما ماشي شي دخل الصح في هذا، هذا مكتوب تاع ربي. بون باين نهضر على الناس اللي راهم يقارنوني مع اكرام. هاد المراه لوكات تاعها وحده، بالك والديها كانوا مزيرينها، بالك صيفوا عليها الحجاب، ما الله اعلم الله اعلم، انا ما نهضرش في الناس، الله اعلم، مش باغي ندخل روحي في هذه القضيه. بون كيف فهمكم؟ كيما قلت لكم الشيره، بالك والديها كانوا مزيرين عليها وكاع، كي راحت الامريكان لقات الحريه دارت هذاك الشيء اللي دارته، والله اعلم. انا الحمد لله والديا قارين وفاهمين، رباوني كبروني قراوني الحمد لله، وما تخصني حتى حاجه في دارنا، عايشه غايه كما راكم تشوفوا. انا انسانه عاديه كيفي كيفكم، ما نشرب ما نكمي ما خاطيني ساندوتي، انا غير قرايه دار دار قرايه وسبور لي مونغا، هذه هي حياتي، هذا مكان. و الناس اللي راهي تقول بلي رايان ديته على جد لي بابي تاعه ولا دراهمه ولا الله اعلم شنو كنتو تقولوا، ما قريتش كاع لي كومونتير تاعكم. انا الحمد لله والديا لاباس بهم، حنا بخير علينا، والديا لزوج خدامين، وكما قلت لكم ما تخصنا حتى حاجه في دارنا الحمد لله، عايشه غايه، ومانيش نتكبر عليكم خوتي، والله ماني نتكبر عليكم. بون كيف فهمكم؟ عطشتوني. انا ما يهموني لا دراهم لا الوطا لا والو، كنت نحاول نسال انا اللي يعرفني من صغري ولي قراو معايا ولي شافوني، هاد السلسله اللي لابسها ملي كان عندي 9 سنين، انا ما خاطيني، انا ما يهموني دراهم ما يهموني وما تهمني حتى حاجه الحمد لله. والله يخليكم الله يخليكم، ما تحكموش عليا فيزيكمون، انا نلبس سيفيليزي، انا ماشي متحجبه، وكما معظم كاع الشيرات في الجزائر نصهم ماشي متحجبات وما دايرين ويلبسوا سيفيليزي، اختك تلبس سيفيليزي، ماما تلبس سيفيليزي، عادي نورمال، انا شيرة عاديه. و والديا دايرين فيا الثقه، انا ما نخون الثقه تاعهم، دايرين فيا كونفيونس، وما ندير حاجه ما نديرش حاجه من مور ظهرهم. كيما قلت لكم انا انسانه بسيطه كيفي كيفكم، شاول ستي تاعي داير كيما هاك، انا نتبع لي مونغا كيما راكم تشوفون، نتبع لي مونغا، ها هو دا اكزومبل، انا نتبع لي مونغا، ها هو دو ها هو دو، تفرج لي مونغا زعما انا من صغري دايره كيما هاك، ماشي زعما كي كبرت بدات درت السيل هذا وبالعكس الناس تشوف فيا، ولا انا دايره كيما هاك من صغري كبرت على هاد الصوالح، نتفرج لي مونغا لي زانيمي، زعما كبرت على الميكيات كيما ميكيات اللي تفرجهم خوتاتكم الصغار،
كبرت بيهم زعما منش ما كبرتش على حاجه تاع خماج ولا الحمد لله. و كيما راكم تعرفون ندير سبور، نشارك في مسابقات تاع كوسبلاي، وكاع ان شاء الله غادي ننزل نشارك في مسابقات كبار راني نتريني وندرب وحدي. راكم شفتوا بلي مانيش نحط الفيديو تاع سبور هاد الايام باسكو راني راني فري مزيره روحي باش ندير صوالح كبار، عندي دي بروجي فيوتشر ان شاء الله. كيما قلت لكم مانيش ندير حاجه عيب، تعلمت نهضر باليابانيه، تعلمت نهضر بالصينيه وحدي، هادي غي قرايه نورمال اي واحد يقدر يديرها، و هادي لا باسيون تاعي. وكاع عندكم اون باسيون، كان يبغي يرسم، كان يبغي يغني، كان يلعب جيتاره مانيش عارفه انايا، كان يبغي يقرا كتوبه، هذيك هي نتوما تبغوا داك الشيء. انا نبغي نتفرج لي مونغا، نبغي كوسبلاي، راكم عارفين جو سي زينو تاكو هادي. والناس اللي راهي تقول هاد الشيء راه تلعبها تهضر اونغلي بزاف منه ومانيش عارفه انايا، انا الفيليغ نتاعي اللي نقراها في الجامعه انجليزيه اونغلي، سبيسياليتي تاعي لونغلو ساكسون، اي متخصصه في اللغه الانجليزيه. وربي كتب لي واحد من امريكان يهضر اونغلي، هذا مكتوب، هذا مكتوب، كل ما قريتش وما تعلمتش الانجلي وكاع كي ندير نهضر معاه، زعما كي هو يهضر الانجلي ما يفهمش عربيه كي ندير نهضر معاه، كل ما قريتش قالك ما نش عارفه كي نفهمكم. بون قرايتي هي اللي وصلتني لهذا الشيء، ماشي السحور ماشي الكادنا، قرايتي والموهبه اللي عندي ومانيش عارفه انايا، هادو هما الصوالح اللي وصلوني اللي راني فيه دركا. كيف فهمكم، وانا مفتخره بكوني جزائريه. النهار الاول اللي راني سقساني انت منين، قلت لها انا جزائريه من وهران، ما كذبتش عليه ولا قلت لها انا عندي دوبل ناسيوناليتي ولا منا، تقدر نكذب عليه مي لا، قلت لها انا جزائريه باسكو انا مفتخره بلادي ونبغي بلادي ونبغي الجزائر ونبغي الجزائريين. انا ما نكره حتى واحد، ما نكره جو جوج با لي جون، وكيما قلت لكم ما نكره حتى واحد. وكان حاجه مهمه 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 باين نقولها لكم، سمحوا لي غير دقيقه. كان حاجه مهمه باين نقولها لكم، كان دي باج وكان دي شان، ما غاديش نذكر اسماواتهم. هاد لي شان وهاد لي باج راهم باني يتشهروا على ظهرنا انا ورايان، راهم يستغلوا هاد القضيه تاع رايان فريال امريكي يتزوج بوهرانيه ولا جزائريه الله اعلم. غادي نرسل لكم ميساج اون ديريكت، ما غاديش نشوف في هذا الشيء لكم ديروه. كما قلت لكم انا قلت لكم لا فيغيتي وما كذبتش عليكم، وربي راه شاهد كاع الاسئله اللي سقسيتوها لي جاوبتكم، وكان اسئله واحده اخرى ها راه رايان دار لكم اون فيديو وجاوب لكم عليها. بون انا شفت دي فوتو زعما سمحوا لي عيب عليكم، شفتكم بارطاجين دي فوتو تاعي مسلمه على رايان ولي فوتو تاعي لابسه مايو زعما وكاتبين فضيحة رايان وفريال، تاعش فضيحة تاعش، هذا راجلي سلمت عليه عادي، كنا برا سلمت عليه نورمال، صاحبتي كانت معانا قالتلنا باغي نصوركم، أيا وأنا حطيتها ما حطيتهاش باش تبارطاجوها وكاع، حطيتها غير هكا حطيتها ليا في اللي ما عجبهاش ما يشوفش فيها، اللي ما عجبهاش ما يبارطاجيهاش، حتى واحد ما مسيف عليك باش تشوف فيها، وكيما قلت لكم ما درت حاجة عيب، ومام في لافوتو تاع مايو كنت لابسه مايو لابسه فولاغ نورمال، زعما ما عنديش كيف نفهمكم، كاع خواتاتكم يلبسوا مايات كاع كي تروحوا البحر ماتكم يعوموا بمايات نورمال، انا في وهران ماناش في العراق. مهم بون انا راني جاوبتكم على معظم الاسئله تاعكم، و كيما راكم تشوفوا انا انسانه عاديه، والله لا انا انسانه عاديه، ما تضموش بنيادم اللبسه تاعه ولا كيفاش زايد ولا او عنده دراهم ما عندهش وليكو كي داير او منا ليكو كي دايره، عيب عيب نجوجي با لي جون. الدين ماشي غير او دير حجاب هذه مسلمه او هذه تلبس الفليزي الشيره ماشي مليحه، الدين دين معامله. انا جزائريين وانا كاع نشوفوا بلي كان الشيء داير الحجاب ويروحوا للصالون دوتي ويروحوا يدوسوا، مش باين نجبد الناس وسمحوا انا جو ريسبكت لي في اللي داير الحجاب،
مانيش نهضر فيكم في الشر، بصح راكم تشوفوا بعينيكم باللي كان الشيرات دايرين حجاب ويديروا صوالح كبيرة على الشيرات اللي ما دايرينش حجاب. وكيما قلت لكم وسمحوا لي لا نسيت كاش حاجه ولا غلطت في كاش حاجه، سمحوا لي. ونعاودها مره اخرى نشكر كاع الناس، والله نشكر كاع الناس اللي وقفوا معنا، قريت كاع لي ميساج تاعكم دمعه ودتي، الله يحفظكم. وما عندي ما نقولكم، الله يحفظكم ويجازيكم ان شاء الله ربي يكتب لكم حاجه كبيره وديروا صوالح كبار في حياتكم، والله يجازيكم والله يحفظكم. شكرا ومع السلامه، الله يحفظكم جميعا.